أخي الحبيب، أليس الله تبارك وتعالى هو القائل على لسان حبيبه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا؟ هذا الكلام صدر من نبي كريم وهو في أشد المواقف التي صادفته في حياته، حيث تبعه الكفار وأرادوا قتله، ولكن الله ثبته على الحق واختار له أن يهاجر من مكة إلى المدينة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يحزن ويخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي الكريم الذي علم البشرية، الذي أعطى الأمل بل أحيا الأمل في النفوس، قال كلمة رائعة: لا تحزن إن الله معنا. ماذا كانت النتيجة؟ لقد أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. هذه هي نتيجة لا تحزن. الحزن أيها الأحبة شيء مدمر إذا اقترن باليأس، لذلك القرآن العظيم اعتبر أن اليأس كفرا. قال سبحانه وتعالى على لسان ذلك النبي الكريم يعقوب عليه السلام بعد أن فارقه ابنه الأول يوسف، ثم تبعه ابنه الثاني وحزن حزنا شديدا، ولكنه لم ييأس من روح الله، بل قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه العبارة الخالدة التي سطرها هذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام لم يفقد الأمل، مع أن الجميع من حوله لم يعد لديهم أقل أمل في العثور على سيدنا يوسف عليه السلام، ولكنه قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فالعلم بالله أيها الأحبة ماذا يصنع؟ العلم بالله يعطيك الأمل. نحن عندما نتأمل هذا الكون، نتأمل الخلق، نتأمل قدرة الصانع عز وجل في هذا الكون، ليس لمجرد المعرفة وليس لمجرد الاطلاع، بل هو زيادة في العلم بالله تبارك وتعالى. هذا العلم سيقودك إلى مزيد من الأمل وألا تحزن أو تيأس أبدا. فزيادة العلم بخلق الله وقدرة الله وجمال إبداع الله عز وجل، هذا العلم أيها الأحبة يورث فيك التفاؤل، يورث فيك الأمل، يمنحك قوة لا يمكن أن تقاوم، قوة في مواجهة صعوبات الحياة. هذا هو عصر الظلمات أيها الأحبة الذي نعيشه اليوم، عصر مظلم للأسف. الكل يلهث وراء الدنيا، الكل يجري وراء مصالحه، ونسوا أن الإيمان يقوم على حب الخير للآخرين.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربط النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بحب الخير للآخرين. إيمانك أيها الإنسان ومصيرك يتحدد بمدى حبك للخير لغيرك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نحزن، ألا نيأس، أن يكون لدينا قوة إيجابية في حب الخير وأن نريد الخير للآخرين، بل أن نضحي من أجلهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا المؤمن أيها الأحبة. ليس المؤمن الذي يلهث وراء الدنيا. كل الآيات التي وردت في الدنيا في القرآن الكريم تحذرك أيها الإنسان من هذه الدنيا. لا توجد آية واحدة ترغبك أو تحببك في الدنيا لأنها فانية، والله يريدك أن تنظر إلى الدائم، يريدك أن تنظر إلى الحياة الأبدية الخالدة وليس إلى الحياة المؤقتة الفانية. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. آية ثانية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات كثيرة تحذرك من هذه الدنيا، فلماذا تلهث وراءها؟ سوف تترك كل شيء خلفك أيها الإنسان، سوف تترك الأهل والمال والولد وما بنيته وما درسته والشهادات والأصدقاء. لن يلحق بك إلى قبرك إلا عملك، وخير عمل هو ما قدمته للقرآن. الله تبارك وتعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا القرآن، ماذا قدمتم له، ماذا فعلتم بهذا الكتاب العظيم. هذا العمل سيحيق بك في قبرك. هل أنت الآن تنظر إلى ما حرم الله؟ هذا الفعل ستجده أمامك في القبر، يحيط بك، يطوقك وأنت مشفق منه. الكافر يوم القيامة تراه مشفقا مما كسب وهو واقع بهم. ترى الكافر يريد أن يهرب من عمله، عمل مخزي، الفاحش عمل مخزي، الكذب عمل مخزي، النفاق عمل مخزي، تخجل أن يصفك أحد بالنفاق، تخجل أن يصفك أحد بالكذب أو أنك ارتكبت فاحشة. فإذا كنت في الدنيا تخجل من مجرد وصف، فكيف وأنت في قبرك وهذا العمل معك؟ انظروا إلى الجانب الآخر المشرق. عندما يكون القرآن الذي تسمعه كل يوم وتقرأه في كل وقتك وهمك هو القرآن، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذا كان شغلك القرآن في الدنيا وهمك كيف تطبق هذا القرآن، سيكون هذا القرآن معك في القبر. ما أجمل أيها الأحبة أن يكون كلام الله الذي تطرب له في الدنيا، الذي تحس بالأمان معه، أن يكون نورا ومؤنسا ورفيقا وشفيعا لك في هذا القبر المظلم حيث لا أحد من حولك، الكل تخلى عنك، حتى اسمك غادرك، أصبح اسمك ميت، لا يبقى لك إلا ما قدمت لهذا القرآن، فالقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الله تبارك وتعالى لم يتخذ من الأغنياء خاصة لهم. الخواص بالنسبة لله ليسوا الأغنياء وليسوا المشاهير. لكل شيء أهل، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لماذا تبتعد وتغفل وتهمل وتتكاسل وتتجاهل هذا القرآن وهو سيكون رفيقا لك في القبر؟ هذا القرآن سيكون أنيسا لك في ظلمات القبر. تصور الفرق أخي الحبيب، أن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا القرآن يمحو سيئاتك جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تصور أن هذا الخالق الكريم الرحيم الرؤوف محى سيئاتك كلها بسبب توبتك وبسبب خدمتك لهذا القرآن، فأصبحت لحظة الموت لا تريد إلا شيئا واحدا، أن تقترب وتلقى الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. نصيحتي لك أيها الأخ الحبيب، اترك هذه الدنيا، اترك هذا الجمع، كله سيفنى ويبلى ويستمتع به غيرك من بعدك. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والله لو أنك فرغت كل وقتك للقرآن لن ينقص من رزقك شيئا. النبي أقسم قال: والذي نفسي بيده لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. هل تستطيع أن تهرب من الأجل؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنت الآن ينبغي أن يكون لديك يقين، يقين مؤكد أن رزقك سيصلك قبل أن تموت كاملا غير منقوص. فأعط وقتك لهذا القرآن، استمتع بتلاوة القرآن. والله أيها الأحبة، إن أفضل متعة يتذوقها الإنسان
عندما يستمع إلى آيات هذا الكتاب العظيم، عندما يصغي لكلام الله عز وجل. أنت عندما تسمع صوتا جميلا تطرب له، عندما يكلمك أحد كلمة طيبة تشعر بالسعادة، فكيف إذا كلمك الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحببنا بهذا القرآن، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نتلذذ بسماع هذا الكتاب العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.